ومن هذه الليالي ليلة القدر المباركة التي خصها الله تعالى بتنزل الملائكة والروح من الملكوت الأعلى إلى الأرض، يملؤونها نورا وإشراقا، ويعمرونها ذكرا وحضورا ودعاء للمؤمنين واستغفارا. يكونون لهم أمنا وأمانا واطمئنانا وسلاما. وهكذا، واقتداء من أمير المؤمنين بسنة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنن صحابته الأبرار، وسيرا على نهج أسلافه الميامين الكرام في اغتنام فضل ليلة القدر المباركة فيما يرضي الله من صالح الأعمال، دأب حفظه الله على إحياء هذه الليلة في جو تغمره الرحمات الإلهية وتعطره النفحات الربانية وتحفه الملائكة.